بشوف ان كل نص بيحوي نصوص او بيحوي نصوص غير واضحة وغامضة فيه. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا ان في قصيدة معينة لأي حد، في شخصيات كتير بتأولها، التأويلات دي بحس ان هي متعلقة بالنص، وهكذا. انا بطلق نص على اي شيء ممكن ان يعطي معنى، زي مثلا العالم كله هذا نص، التفاصيل الموجودة في العالم كلها نصوص. فالتأويلات التي تؤول للنص ده هي نصوص غامضة فيه، يعني النص الواضح المرسوم ليه مرسوم غامض كبير جدا، وان الغامض ده كتبته في شذرة من أيام. إن غامض الشعر نفسه، مش القصيدة بقى، غامض الشعر نفسه وغامض الرسم هو الموسيقى، وغامض الموسيقى هو الله، لأن الموسيقى هي أكبر منتج لغامض شعوري بالنسبة لي موجود في داخلي، أكثر من اللغة وأكثر من الرسم كمان.